هذه مواليد بني نوح، سام وحام ويافس، ولد لهم بنون وولد لهم بنون بعد الطوفان. ابتدى يكتب اصحاح 10 ده كله توزيعه عجيبه لكل القبائل اللي ظهرت في العالم. مش هناخدها كلها ولكن هقول لكم بعض الحاجات المهمه منها. بنو يافس اللي هم الاوروبيين، جومر ومجوج ومادي ويومان وتوبال ومشك وثيراس، اللي منهم الجزء الاوروبي بتاع روسيا، مشك موسكو توبال توباسك. وجوج ومجوج دول هيبقى لهم شغلانه كبيره في الكتاب المقدس زي ما احنا شفنا قبل كده في سفر حزقيال وفي سفر الرؤيا. بنو حام اللي في عدد 6، كوش اللي هي اثيوبيا، ومصراين اللي هي مصر، وفوت اللي هي ليبيا، وكنعان اللي هي فلسطين. فوت اللي هي ليبيا، احنا بنو حام، الافارقه بنو حام، عشان كده يقول لك التملي الافارقه حاميين. مصراين قد يقول قالها بالصيغه المثنى لان مصر كانت معروفه بمصر العليا ومصر الايه السفلى، لكن هو ده موقع مصر بتاعتنا. في عدد 8 يدينا شخصيه كده ظهرت مره واحده، وكوش ولد نمرود. عارفين لما يشتموا واحد يقول له ده انت ايه نمرود، نمرود يعني عاصي او متمرد، الذي ابتدا يكون جبارا في الارض. واللي فينا بيروح بعض المتاحف اللي فيها حاجات من الحضاره الأشورية والبابلية كان يصوروا نمرود ده حاجة جتة كده ومسك أسد لوي من رقبته تحت إيده، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. أمام الرب ممكن تيجي ضد الرب، يعني إنسان طغى وتجبر بقوته وبسلطانه ضد ربنا. المهم نمرود ده بقى سكن فين؟ وكان ابتداء مملكته بابل. ودي اول ذكر لموضوع ايه؟ بابل كان تبع مين؟ عمنا نمرود اللي هو ضد الله او امام الله او المتمرد. هتشوفوا بابل دي بقى ليها قصه كبيره قوي لحد ما ننتهي في سفر الرؤيا، دينونه بابل المراه الايه؟ الزانية اللي هي ضد الله. ايوه ما هو ده يهوى اللي حيدافع عن عهده مع الانسان ضد بابل. عشان كده احنا اللي تبع يهوى عدونا مين؟ بابل الزانية الايه؟ العظيمة اللي شربت وسكرت من دم القديسين. ما ترجعوا تقروا في سفر الرؤيا صح 17 و18 و19 بيتكلم عن دينونة بابل الزانية العظيمة. برضك في عدد 21 دي شخصية تهمنا في التاريخ بتاعنا. وسام أبو كل بني عابر. عابر دول آسف، عابر ده اللي منه جت كلمة العبرانيين اللي هم إسرائيليين أو شعب اليهود. يقول وبنوا وسام ابو كل بني عابر، واخو يافس الكبير ولد له ايضا بنون، بنو سام وعيلام واشور ورفكشاد ولود وارام. وبنو ارام عوص، عوص ده اللي كان منه ايوب. العرب على فكره ساميين زي ما هنشوف دلوقتي. ورفكشاد وقد ولد شالح، وشالح ولد عابر اللي هو ابو كل العبرانيين. في عدد 26 دول العرب بقى. يقتان ولد المداد وشالف وحضرموت وتارح وكذا 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 وكذا. العرب يتقسموا ل 13 قبيلة سكنوا شبه الجزيرة العربية. 13 قبيلة دول يقسموهم لثلاث طبقات. في عرب البائدة الطبقة الأولى اللي كان منها عوس ومنها ايوب، وفي عرب العابرة اللي منهم يقتان والفريق بتاعه،
وفي العابرة وفي عرب المستعربة اللي هم نسل إسماعيل، العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة. البائدة دول اللي هم منهم عوص اللي منهم أيوب، العابرة العرب العاربة دول اللي هم منهم يقتان والمجموعة بتاعته اللي مكتوبين هنا، العاربة العرب المستعربة اللي منهم إسماعيل، اللي منهم إسماعيل.